طاقة العمل والمال. أول طاقة معانا بتقول يا برج الأسد، الطاقة العامة إن أنت ممكن تاخد أجازة، ممكن تخلص شغل بدري، ممكن مواعيد شغلك تبقى أقل من الفترات اللي فاتت. كمان شايفة إن الطاقة المالية مش هتتأثر بمواعيد الشغل دي، بس شايفة كمان إن في مشروع مهم جايلك أو في شغل جايلك هتعمل منه مبلغ يبقى فيه استقرار، أو المبلغ ده يبقى مستقر بتاخده كل شهر تقريبا. ممكن تكون زيادة في المرتب، ممكن يكون شغل تاني جنب شغلك، الله أعلم، بس دي حاجة إضافية فوق الحاجة اللي أنت متعود عليها أو المبلغ اللي أنت متعود عليه كل شهر. تمام. الطاقة بتاعت طاقة العمل، لو أنت مش بتشتغل وبتدور على شغل، إن شاء الله في فرص كويسة جدا بمبالغ بالنسبة لك هتغطي مسؤولياتك احتياجاتك. ف شايفة ان انت هتحس، يعني لما هتحسبها كده هتلاقي الوضع بالنسبة لك كويس فهتوافق. اوكي. طاقة تانية هي طاقة الدراسة، بحسب قناة فيفو تارو بتقول ان انت اوكي كان في شخص على طول يعني بيحط سموم في دماغك كده، ان انت شخص مستهتر، ان انت شخص مش واخد بالك من دراستك، ان انت شخص مش مسؤول. الكارت بيقول believe in yourself، حاول ان انت تؤمن بنفسك. انت اكتر واحد عارف انت بتذاكر قد ايه، انت اكتر واحد عارف ان انت شايل مسؤولية ايه، انت اكتر واحد عارف انت وقتك ده بتقضيه ازاي. خلاص. لو الشخص ده كان قاصد خير وانت فعلا مش بتذاكر فتمام مفيش مشاكل، لكن لو شخص بيهد عزيمتك عشان هو اغراض دنيئة في دماغه يعني، ومش عايزك تنجح ولا تعمل اي حاجة، ولكنك سمعت حاجة كمل زي ما انت. اوكي. ف القراية دي ذو حدين، لو فعلا شخص بيحسك ان انت تبقى كويس فدي حاجة كويسة، لو شخص بيكسر مقاديفك سيبه يولع وانت كمل زي ما انت عادي. اوكي. شايفه ان في كمان يمكن لخبطه شويه في يعني في الوقت بتاع المذاكره، ممكن مضغوط، ممكن ما عندكش وقت، ممكن بتشتغل، ممكن تكون يعني متجوز وبتدرس، الله اعلم، او ممكن تكون يعني جنب الدراسه دي في حاجه تانية مسؤوليه مهمه بالنسبه لك، عشان كده هو ممكن المواعيد بس هي اللي تبقى متلخبطة قدامي، بس غير كده لا، يعني انت هتعرف تظبط امورك كلها في الدراسة، مش شايفة فيها مشاكل قوي غير مواعيد بس، ان انت تظبط وقتك. الطاقة التالتة العامة بحسب قناة فيفوتارو لبرج الأسد بتقول ان الدايرة المقربة منك او طاقة الأصدقاء، الأقارب، الناس اللي انت بتتعامل معاهم كده بشكل يومي، شايفة ان انت في شخص منهم هيطلب منك ان هو يدخل معاك مشروع، يطلب منك مبلغ ويخليك تبقى في شريك معاه، ممكن شراكة في الجواز، او يعني شراكة تبقى جوازة، شغلة، مشروع، رحلة، الله اعلم، بس في حاجة انت تعملها انت وحد بناء على طلبه. خلاص. وهيبقى مطلوب منك مال فيها. شايفة ان انت هتلبي النداء ده وهتساعد الشخص ده في طلب اللي هو طلبه منك. اوكي. شايفة كمان ان في يمكن حيرة او في مشاكل مع شخص مقرب منك، الشخص ده بيتعامل معاك بطريقة بس انت مش حاسس ان هي مظبوطة، او مش نفس عارف لما تحس ان انت بتتعامل مع شخص والشخص ده بيعاملك بطريقة مش زي ما كان بيتعود معاك زمان، يعني مثلا ممكن يكون بيتعامل معاك حلو وبعدين بيتعامل معاك وحش، او كان بيتعامل معاك وحش وبعدين بيتعامل معاك حلو، في حاجة غامضة، صح؟ الشخص ده بيحاول على قد ما يقدر ان هو يحط ماسك على وشه كده عشان لما تشوفه ما تفهمش هو بيفكر في ايه. الكارت اللي قدامي بيقول ان هو مش هيأذيك، تمام، بس
هي الفكرة هنا ان هو محيرك، انت عايز توصل لاخره، يعني عايز تشوف انت عايز ايه، عايز توصل لحل في المشكلة اللي بينكوا دي، او عايز توصل لحل في الموضوع اللي انتوا فاتحينه او بتتكلموا فيه، او العلاقة اللي بينكوا. شايفة كمان ان في حد كمان ممكن يجي يقولك على خبر، الخبر ده هيفرحك شوية، هيخفف عنك شوية، هيسرع وتيرة اليوم. ممكن يكون ليه علاقة بشغل أو ليه علاقة ب يعني حاجة هتفضل مشغول فيها طول اليوم كده من أوله لآخره، فهتحس اليوم خلص بسرعة، مش لاحق تعمل فيه حاجة، وعايز تخلص أكبر قدر ممكن من الطاقة دي. ممكن تكون عمل، أو ممكن تكون أشغال يدوية، أو ممكن تكون مشروع هتشتغل عليه. شايفة إن اليوم هتحس إن هو بيتسرق منك كده، فحاول إن أنت تظبط مواعيدك، وإن شاء الله أنت يعني هتنجح في العقبات اللي قدامك دي. هي مش عقبات وحشة، بس يمكن عارف اللي هو إيه، حاجة هتقف قدامك كده فلازم تخلصها، وبعدين حاجة هتقف قدامك كده ولازم تخلصها، تاسكات أكتر من إن هي مواقف سيئة أو مواقف حلوة أو وحشة. شايفة كمان الطاقة بتقول ان انت الطاقة بتاعتك يمكن هتحس ان هي مسنودة، بس مسنودة من ربنا. الطاقة بتاعتك يمكن اتخذلت من ناس كتير، عشان كده مش قادر تأمن لحد، بس اللي انا شايفاه ان انت مسنود من ربنا. اوكي، تعالوا نشوف الطاقة العاطفية. الطاقة العاطفية يا برج الاسد متقسمة لخمس طاقات. أول طاقة معانا هي طاقة سنجال برج الأسد، بتقول إن في شخص من برج مائي هتتعرف عليه الأيام اللي جاية. أوكي، يمكن تحس إن في ارتباط روحاني بينك وبينه، دي حاجة عادية جدا. حاول إن أنت بس تتعمق فيه أكتر، حاول إن أنت تفهمه أكتر. شايفة كمان إن أنت يا برج الأسد هيبقى عندك تغيير جذري مع الشخص ده، يعني انتوا هتتعرفوا بشكل وهتكملوا بشكل تاني خالص. يعني لو تعرفتوا أصدقاء هيبقى هتكملوا أحباب، لو تعاملتوا كأحباب هتتعاملوا بعد كده كأصحاب. الطاقة بتاعتكم بتتغير، يعني مش هتمشي على وتيرة واحدة طول الوقت. الطاقة التانية، طاقة المرتبطين بحسب قناة بيفوتارو، بتقول إن أنت يمكن في حاجة أو في مشكلة معلقاك من رجلك مع الشخص ده، حاجة مش حاسس فيها إن أنت شايف بكرة بينكو. شايفة كمان إن أنت يمكن بتحلم أكتر أو بتتخيل أكتر بيتك معاه، بس أنت شاكك إن هو يكون بيحلم نفس الأحلام دي، أو إن هو عايزك زي ما أنت عايزه. شايفة إن أنت محتاج تتكلم معاه أكتر، أوكي، عشان يعني لو في بطء من حد فالتاني ينبهه، عشان تبقوا ماشيين على نفس الوتيرة. فمين؟ فالطاقة بتاعتكم يمكن هيبقى فيها اتخاذ قرارات حاسمة شوية، اللي هو فوق شوية، عشان نشوف احنا عايزين نعمل ايه في العلاقة بتاعتنا دي. هل هنبني بيت؟ هل هنفضل علاقة كده عاطفية وبس؟ هل ما فيهاش استقرار رسمي؟ او اتكلموا مع بعض لغاية لما توصلوا لحل. اوكي، دي المسج اللي قدامي. الطاقة التالتة العاطفية بحسب قناة بيفوتارو لأعزائي برج الأسد هي طاقة منفصلين برج الأسد. طاقة منفصلين برج الأسد بيقول اتعلم من ماضيك. طيب، في شخص من برج النيري، الشخص ده بيراقبك. الفكرة هنا إن هو عايز يرجع، عايز يجدد العلاقة بينكو. هل أنت هتوافق أو هل أنت مش هتوافق؟ دي بناء عن الشخص ده خذلك قد ايه. يعني ممكن يكون خذلك عن دون عمد، ممكن تكون انت حطيت عليه امال اكبر من قوة احتماله او صبره، او ان هو يبقى مستعد ان هو يلبي كل نداءاتك او طلباتك، فممكن انت اللي زودتها. وممكن كمان تكون جيت عليه عشان تشوف هيتحمل قد ايه وهو ما استحملش. شايفة كمان ان الشخص ده عايز يرجع، يعني هو حارب كل المعطيات اللي انت عطيتها له دي، وان هو فشل ان هو يعملها قبل كده، بس هو حاول ينجح فيها الايام اللي فاتت دي وهو بعيد عنك، وعايز يفرحك، عايز يقولك انا لحقت عملت حاجة، انا عملت اللي انت كان نفسك فيه. اوكي، فشايفة ان الطاقة بتاعته شخص نجح ان هو يطور من نفسه عشانك، فهل هتقبله ولا لا؟ دي حاجة هترجع لك برضو يا برج الأسد. الطاقة الرابعة العاطفية معانا بحسب قناة فيفو تارو هي طاقة مطلقين برج الأسد. طاقة مطلقين برج الأسد، أوكي، شايفة إن
الطاقة الروحانية عندكم يمكن قليلة شوية، بقت ضعيفة شوية، اوكي، عشان انتوا ما بقيتوش بتأمنوا بيها. وشايفة كمان ان انتوا يا برج الأسد الأيام اللي جاية لو انتوا ليكوا فلوس او في مشاكل مادية بينك وبين الشريك هتخلص في محكمة، هتتحكم لصالحك. وشايفة كمان ان انت ممكن كان في مشكلة على عقار او مشكلة على فلوس في بنك، حاجة مجمدة، حاجة متجمدة يعني. المشكلة دي هتتحل الايام اللي جاية، اوكي. طيب الطاقة الأخيرة العاطفية معانا الأعزائي برج الأسد، بتقول إن طاقة متزوجين برج الأسد في حاجة، في خير هيجيلكوا انتوا كنتوا افتكرتوه مش هيجي خالص. ممكن يكون رزق مادي أو ممكن يكون رزق في أطفال، ففي حاجة متشلالكوا يعني. انتوا يمكن باصين على الحاجات اللي أثرت عليكم نفسيا بالسلب ومركزين معاها قوي ونسيتوا ان في رحمة ربنا. لا، ربنا رحيم وهيديكوا لنفسكم فيه، فاحمدوا ربنا واطلبوا ان هو يساعدكم، ووروا له قد ايه انتوا راضيين بحكمه، والتعويض بتاعكم هيجي كبير. يعني الكارت اللي قدامي بيقول ان الطاقة يمكن كانت بطيئة، بس البطء ده كان اختبار، والاختبار ده انت عديته بنجاح، بس انت يمكن قلت كلمتين وحشين او قلت كلمتين حسسوك، او من كتر ما انت تعبت قلت كلام فيه عدم رضا. تمام، حاول ان انت تتأسف وتعتذر، حاول ان انت ترجع تاني تفوق. و انا يعني انا مليش اني اتكلم في الموضوع ده، بس اللي انا شايفاه ان انت محتاج بجد فعلا ان انت بدل ما تطلب ليه حصل كده اطلب السند من عند ربنا، وانت هتلاقي التعويضات كلها جاية لك كده بين ايديك. فده اللي انا اقدر اقوله لك. هتوحشوني الحلقة الجاية، متنسوش اللايك والسبسكرايب، فعلوا الجرس. باي باي. باي.